عطر يا سماح لما تنعلي قد عطر يا سماح لما تنعلي قد عطر يا ولما تلحب ما طيبه مفتوح باب لما تنعلي قد عطر يا في البندر والفرقه لطيف نرحب بي سماح لما تنعلي قد عطر يا سوداني زلتر حبس محل كلام والراي سماح لما تنعلي قد عطر يا نكارة تكت خير شوف قد عطر يا سماح لما تنعلي قد عطر يا نتلاقى في الدكان يوم شرب الشاي سماح لما تنعلي قد عطر يا في جلسة الفنان تراث غنى ودوباي سماح لما تنعلي قد عطر يا سماح لما تنعلي قد عطر يا داك قد عطر يا سماح لما تنعلي قد عطر يا بالراعي ليه سماح لما تنعلي قد عطر يا شفت كيف ينطيك العافيه الفضلو ابو الفن ابو الفن يا اخي اكاد لا اصدقه يا اخي معقول فنان كبير زيك كده يا اخي يجي مر بشارعنا ملك الطرب ملك التطريب يا اخي الليموني الليموني ود السره بنت ابو سبيب يجي ماشي في شارعنا يا ابو الفن اذا كم انا عارف الكلام ده ما من جوا قلبك لانه قلبك عافين عافين انا ارفع ارفع اول شيء ارفع انا 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 قلبي شو قلت قلبك عافين انا قلبي عافين يا الليموني انا قلبي عافين يا الليموني لا يا اخي لا تقول لي كده يا اخي شفت انا بضحك لانه انا بقرا دواخلك بقرا جواك لانه انا زول فنان انت فنان والله انت فنان انت فنان انا يا اخي فنان شنو انت يا اخي انت قاعد روحك انت قاعد روحك على ضيق القاله يا اخي انا فنان جيبوا جيب العود هنا ان شاء الله امشي بلا فنان بلا بتاع شايل اقعد خبطك كده يا اخي ليش ما زلت عليك انت فنان يفنك همشي غريب يا اخي سماح لما تنعلي قد عطر جاي يا ليموني يا حالك هلا ما تغني لنا اغنيتك بتاعت عيني رفت ديك انا لازم اعبر عن رايي بقوه ها تعرف انا لازم اقف ضد الاستهزاء والتمييز اللي بتمارس ضدي وحقيب بقوه 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 ضد الغرور والاستهجان وانا لا يمكن لا يمكن ان اسمح لشخص يحطم ذاته زي عوض كوارع ده يا ليوني صراحه يعني انا الاستهجان والاستنكار ما بفهم فيهنا يا اخي غني لنا بس غني بس انت ما هغني انا اعتزلت الفن انا اعتزلت الفن نهائي لحد ما يجي عوض ضاق قدامي هنا يعتزل يعتزل قدامي هنا الله انا عليك الله الله كان غنيت والله ما غنيت سيكون عوض الجلجالة هو الفنان الأول وملك التطريب ياخدنا من يقول لك ماشية الضارة وحبك رماني من الحمارة تحس بالحمار رفسك سماح لما تنعلي قد عطر جاي قلت لك كيف؟ قلت لك الليمون اعتزل الفن الليمون خلي الغنى؟ خلي الغنى نهائي وعارف السبب منه؟ هاي؟ عوض كوارع الشوم ده لا حول الليموني يخلي الغنى يعتزل؟ ايوه لا 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 لا, لا. كاو لازم يرجع عن هذا القرار ونسنيه ايوه الليموني كان خلى الغنى الكلام ده كيف نفسياته في الواطه والله والله زاد انتهى منه كله كله كعب كعب في حقنا ولا سمي كعب والله وفي حق جمهوره برضه ما سمي ايوه زاد عنده جمهور ايوه بعدين صوته ما عجازه لسه يخلي الغنى كبار يجوز صوته كلام شيء كلام ده كو او كواري ده انا زول شو ما بريد كله كله والله انا زاد ما بريد ايوه قاعد يرتاح له شيف اها يا تيكو تاك هاي تمشي للليموني أيوة. تقول له الدقيقه دارك ضروري أيوة. تجي عشان نخليه يرجع عن هذا القرار يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام على انسانيتك نادري انا اقول حل المشاكل الكهرباء يا رحمه جاي يا رحمه نادي سريع يا رحمه كبارك الليموني طويل الباع طيب القلب اشتر الغنى فاكهه هذا المكان سماح لما تنعلي الدعيت رجيه يا الله كرتونا الحله يا تيكو تاك عزبتونا يا اخي يا اولاد ما تنوم يا اولاد ما عندكم بيوت بتخبطوا لي الباب من الصباح مالكم بخبط لك الباب لانك عملت لنا مصيبه في الحله دي انت انا ايوه انت شنو انت خليت الليموني يعتزل الفن يا اخي يعني الليموني ده الليموني ده فنان حلتنا فنان الحياه الوحيد يا اخي مطربنا يا اخي في داعي تسيل له وياخذ خليه يعتزل الفن بلالك العين ده يا اخي انت جيل انت جيل بتفهموا في الفن فعلا جيل منتهي يا اخي ليموني شنو يا اخي ليموني شنو اللي بيعرف غنى نحن سئمنا من الليموني ده هقول لكم حاجه الليموني ده بيقول يخوفوا بوه الشفع في الحله يا اخي كيف يعني خوف الشفع هوريكم
الشافع لو ما دار يشرب اللبن امه تقول لا اشرب اللبن ولا اجيب لك الليموني، تنوم ولا اجيب لك الليموني، تسكت ولا اجيب لك الليموني، اسكت واشرب اللبن شوت وينوم. ايوه يا تك تكتيكا يا اصلي اصليه يا ولد الحله يا ولد حلا حلا بالعندل الليموني ليموني شنو بيعرف غنى يا اخي. سماح لما تنعلي الدعيت رجيه والله يا الدعيت كوارد ده خلى الليمون يعتزل الفن بسببه يا اخي دمر نفسياته صحيح دمره عديل كده يا كواري يا اخي ليه يا اخي ده ما اخوك عندي احساس غير فنان وده مشروع كلام ده خطا هاي يا اخي على الاقل ما تدمر الناس بس يا هدى يا 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 الليموني يا هدى جي بس تعال تعال ليموني تعال تعال ليموني تعال الحمد لله الاول يا اخي تعال اي حزين يا اخي انا حزين يا اخي كيف يا ليموني الحمد لله الناس كلهم في الحي ده مبسوطين منكم الكيفين انت فنان الحي وفنان الناس كلهم وزي ده تغني بس هاي يا كوارع يعني طيب الخواطر سمي انت الزول ده خل الخنا يا ليموني انت والله يعني حقيقه نطيب بخاطرك انت فنان الحله والناس مالكيفين منك وكل الجمهور يحبك ونرفع راسك فوق يا كوارع شفت الليموني ده اخوك تعتذر له عشان يرجع للخنا اعتذر له ايه يا اخوان انا كلامي القط ده يفترض اقوله من زمان يعني انا مو مساله اعتذاري دي يعني المساله دي جات متاخر انا بفتكر هاي كيف يعني؟ يعني المفروض من زمان اقول كلامي القط ده يعني. انت يا كوري شغلك ده شنو؟ اعتذر للليموني ده عشان يرجع للخنا يا اخي لا يا اخوان طيب سؤال أي. انا لو اعتذرت وتاسفت وسفيت التراب ده الزول ده برجع يغني تاني برجع للكوارع ذاتها ما بعتذر وما يغني وما يقول بخيم ما بعتذر انا اقول لك كلام يا دعيتر اي انا حارجع للغنى وحعمل شريط ان شاء الله شريط كهرباء والكوارع ده انا بدفقها الحمد لله الدعيتر جه سماح لما تنعلي الدعيتر جه سماح لما تنعلي الدعيتر جه ولما تلحب مطيبه مفتوح باب سماح لما تنعلي الدعيتر جه في البندر والفرقه لطيف نرحب به سماح سوداني زول ترحب سمح الكلام والرأي سماح لما تنعلي فدعي ترجي نقارة تقد خير شفت دعي ترجعي سماح لما تنعلي فدعي ترجي نتلاقى في دكان يوم نشرب الشاي سماح لما تنعلي فدعي ترجي في جلسة الفنان تراد غنى ودوباي سماح لما تنعلي فدعي ترجي سماح لما تنعلي الدعيت رجي بالراعي ليه سماح لما تنعلي الدعيت رجي شفت كيف؟